نرجع لكم مرة ثانية في صباح اون، واخبارنا في صباح اون النهاردة نبتدي معاكم باخبار السيل والاوكازيون والتنزيلات. الكلمات دي والحاجات دي دايما كلنا بنحبها قوي، كلنا بنحب اي حاجة يبقى فيها تخفيضات وسيل وغيره. وزارة التموين اعلنت انه اجمالي عدد المحلات اللي بتشارك في الاوكازيون السنوي، زي ما حضراتكم عارفين ان في اوكازيون شتوي سنوي، خلال الاسبوع الاول عدد المحلات اللي بتشارك حوالي 2000 محل، وانه في لجان للمتابعه قامت بالمرور على المحلات والاسواق خلال الاسبوع الاول من الاوكازيون لرصد حركه الاسعار والتخفيضات اللي بيتم تقديمها، وبتتراوح نسب التخفيضات ما بين حوالي 15 ل 50%، وده حسب نوع السلعه والصنف. واعلى نسبه خصومات السنه دي هي على الملابس الجاهزه وتحديدا الملابس الشتويه. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الاوكازيون النهارده واليومين دول، وهل فعلا الملابس هي اكتر حاجه عليها تخفيضات؟ ايه طبيعه المحلات دي واماكنها فين؟ نعرف تفاصيل اكتر مع الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. صباح الخير والفل عليك يا فندم، اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير يا استاذه الهام، وبالساده المستمعين المشاهدين كلهم، يعني صباح الخير. عايزين كده على طول بقى، عشان من الحاجات المحببه جدا لنفوسنا جدا فكره الاوكازيون والتنزيلات وغيره، عايزين نعرف المحلات دي فين والى اي مدى التنزيلات دي فعلا تنزيلات حقيقيه، يعني في خصومات حقيقيه على المعروضات والسلع المعروضه. هو بالنسبه طبعا للتخفيضات زي ما حضرتك اشرت في المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها، ان في اوكازيونين، اوكازيون للتخفيضات او التصفيه الموسميه الشتويه اللي هو بيبدا طبعا بيبقى موجود في شهر نوفمبر، والتصفيه الموسميه الصيفيه بيبقى في اغسطس. طبعا في قرار وزاري بيصدر لمعالي وزير التموين والتجاره الداخليه بتنظيم عمليه التخفيضات. كل محل بيبقى ليه اسبوعين على الاكثر، وهي التنزيلات او التخفيضات والاوكازيون بيبقى لمده شهر كامل. لكل محل ليه اسبوعين. وايضا بالنسبه لابد المحل المشارك بياخد موافقه من مديريه التموين والتجاره الداخليه الواقع في دائرتها المحل دوت. يعني لابد يكون هو في الاقتصاد والتجاره الرسميه. بس ده بشكل ايضا بالنسبه لابد يعني ان المشتري، لو في محلات مش عايزه تعمل اوكازيون، يعني ده قرار يرجع لصاحب المحل، ولا احنا بنتكلم ان الفتره دي لازم نوعيه معينه من المحلات؟ لا ده اختياري يا استاذ محمد، اختياري طبعا. اختياري لصاحب المحل ان هو بيتوجه بيحب يدخل في الاوكازيون في الفتره اللي هو بيرغبها في خلال الشهر دوت، وبياخد اسبوعين. وبياخد موافقه رسميه من مديريه التموين والتجاره الداخليه، اداره التجاره الداخليه الواقع في نطاقها المحل. تمام. وايضا بالنسبه لابد ان يكون في المحل بيعلن عن الاوكازيون زي ما حضرتك قلت بنسبه التخفيضات المعلنه، ولابد ان هو يكون في سعرين على المنتج اللي هو هيعمل عليه تنزيلات. طبعا. السعر الفعلي اللي هو طبعا كان موجود قبل التصفيه التخفيض. تمام. والسعر دوت حضرتك بيكون قبل شهر، طب الشهر اللي هو بقى بيه قبليها. حضراتكم كان في لجان للمتابعه، اللجان دي راحت كده ومرت على المحلات خلال اول اسبوع وبدات تشوف يعني حركه الاسعار والتخفيضات، هل هي فعلا تخفيضات حقيقيه ولا لا؟ قول لنا كده اللجان دي رصدت ايه، وهل فعلا في تخفيضات موجوده حقيقيه، ولا البعض بيحط اسعار وهميه للاسف؟ احنا طبعا مفتشي الرقابه التجاريه لنا صفه الضبط القضائي من ذوي الاختصاص الخاص، بننزل طبعا نتابع عشان حمايه طبعا المشترين وحمايه ايضا التجاره الرسميه من التجاره العشوائيه الغير رسميه. احنا طبعا بننزل، بس انا هصلح رقم بس صغير. النهارده ارتفع عدد المحلات المشاركه ل 2500. 2500 محل مشارك واخد موافقه رسميه. تمام. بننزل طبعا احنا بنشوف المخالفين وبنطمن على مصداقيه الاوكازيونات. تمام. طبعا احنا رصدنا بعض المخالفات من خلال عدم الاعلان عن الاسعار. جميل. ما بيحطش السعرين. جميل. سعر ما قبل التخفيضات والتنزيلات وسعر. تمام. ما بعد التخفيضات. الو، اي مع حضرتك يا فندم. كويس. في طبعا اوكازيونات وهميه بتبقى طبعا المحل ممكن جدا ان هو ما بيعلنش عن اوكازيون حقيقي فعلا. صحيح. وما بيعملش تنزيلات، علشان كده احنا بندعو كل اصحاب طبعا المحل يكون اوكازيون حقيقي. بناخد اجراءاتنا القانونيه على اساس ان هو طبعا لابد ان هو بيحتفظ بالبونات والمستندات اللي هو اشترى بيها. يعني في اجراءات لنفس قانونيه المنتج قبلها بشهر، اجراءات قانونيه بتتخذ. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. الناس يعني مستنيه الفتره دي من وقت للتاني، ظروف اقتصاديه صعبه، محتاجين نشوف سلع
مخفضه خصوصا اسعار اللبس. اسعار اللبس اسمى يعني احنا بنتكلم في ارقام احنا فلكيه دلوقتي، محتاجين اوكازينات على الاكل. لا اللبس برضه كمان يعني. مشكله طبعا ما اختلفناش، بس يعني احنا محتاجين اوكازينات في الاكل دلوقتي. ماشي.